مرحبا واهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من قواعد اللغة الفرنسية على قناة سيلينغو. بدرسنا اليوم رح ناخد التضاد باللغة الفرنسية اللي هو l'expression de l'opposition. هو كتير مهم ومنستخدمه كتير بالجمل، له مستويات فينا نعتبرها بسيطة او متوسطة اللي هي بتكون اغلبيتها بالمستوى الانترميدير اللي هو B1، وفي قواعد مختصة فيه وتعابير مختصة فيه بتكون المستويات المقدمة اللي هن البيدو أفانسي. بدرسنا اليوم رح نبلش نتعرف على الإكسبريسيون دو لوبوزيسيون بالمستوى الانترميدياري اللي هو B1. وبالنسبة للمستويات المبتدئة A1 والA2 كمان فينا نحضر الدرس اليوم الإكسبريسيون دو لوبوزيسيون لأنه ناخد فكرة عنه ونعرف كيف نستخدمه. فإذا ما كنتم مشتركين على القناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات أول بأول، وإذا ما كنتم مشتركين على جروب فيسبوك راح أحط لكم رابطه بصندوق الوصف مشان تقدروا تستفيدوا من المعلومات اللي بنتبادلها عن طريق الجروب. ما راح أطول عليكم أكثر من هيك وراح نبتدي بالدرس مع بعض. الإكسبريسيون دو لوبوزيسيون اللي بنقول عنه اللي هو التعبير عن التضاد. الأوبوزيسيون فينا نقول هي التناقض، التضاد، المعارضة. إمتى بنستخدمه؟ بنستخدمه لحتى نعبر عن تعارض أو تضاد بين فكرتين مستقلتين، يعني هنا بالأساس ما بيتعارضوا مع بعضهم البعض وما في وحدة بتمنع الثانية. مثل وقت نقول بالعربي مثلا أنا ما بحب التفاح بس أحب الموز، بهاي الفكرة أنه أنا ممكن أحب التفاح وممكن أحب الموز بنفس الوقت، وهي الفكرة ما بتتعارض مع هاي الفكرة، بس أنا ما بحب التفاح بحب الموز. نفس الشيء هون اللي بنستخدم اللي خلاها في تضاد عرفنا من كلمة ولكن. كلمة لكن هي اللي خلت أنه أنا أحس أنه أوكي في شيء تناقض، الجملة الأولى بتناقض الجملة الثانية. فنحن نستخدم الإكسبريسيون دو لوبوزيسيون لحتى نعبر عن فكرة مناقضة للفكرة السابقة. شو هن التعابير اللي بنستخدمهم لحتى نصيغ الأوبوزيسيون؟ عنا عدة تعابير وعدة كلمات، منهم مي اللي هي لكن، سوبوندون اللي بيجي معناتها بينما أو مع ذلك، نيونموا اللي بيجي كمان معناتها مع ذلك، توتفوا لكن، بورتون بالرغم، أو كونتخير على العكس أو بالمقابل، بار كونتر من ناحية أخرى، انفرسمون بالعكس، alors que في حين أو على الرغم من، tandis que بينما أو كمان على الرغم من، en revanche ومع ذلك، contrairement à على عكس، à l'opposé de كمان بالعكس، à l'inverse de على العكس، و à la place de اللي بتجي بدلا من. ننتبه انه هدول التعابير contrairement à l'opposé de à l'inverse de à la place de suivi d'un nom ou un pronom، يعني هنا اما بيجي وراهم اسم او ضمير. ننتبه كثير منيح ما بيجي ديريكت وراهم فعل. au lieu de بتجي بمعنى بدلا عن او عوضا عن، بيجي وراها suivi d'un nom ou un infinitif، اما بيجي وراها اسم أو بيجي وراها الفيرب بالانفينيتيف اللي هو المصدر. فننتبه كثير منيح لهدول النقطتين اللي حكينا عنهم بهدول الكلمات. هدول الكلمات كلهم حتلاقوهم بجدول خاص فيهم على موقع سيلينغو، راح احط لكم رابطه بصندوق الوصف، هيك بيسهل عليكم دراستهم اذا بتحبوا تدرسون مباشرة عن طريق الاختبارات الموجودة بالموقع. هناخد مثال على مي لكن، اكيد كثير بنستخدمه من البداية اول ما نتعلم الفرنسي، اول شيء ضل بنستخدمه. مثال عليه، il ne parle pas bien anglais mais il parle parfaitement français. il ne parle pas anglais mais il parle parfaitement français. هي لا تتحدث الانجليزيه بشكل جيد لكنها تتحدث الفرنسيه بطلاقه. فهي ما في شيء بعارض بين الجملتين، بس واحده منهم هي ما بتحكي الانجليزي والثانيه انه بتحكي parfaitement بشكل جيد جدا او بطلاقه الفرنسي. فمن وراء المي ربطنا بين الجملتين وعرفنا انه في تناقض بيناتهم او في تعارض. مثال على par contre،
par contre, il بتيجي بمعنى على العكس أو في المقابل. Il n'étudie pas. Par contre, elle a de bonnes notes. Il n'étudie pas. Par contre, elle a de bonnes notes. هو لا يدرس وعلى العكس أو في المقابل لديه درجات جيدة. بشكل منطقي اللي ما بيدرس ما بيكون عنده علامات جيدة. ولكن هون هو ما درس بس كان عنده علامات منيحة. فربطنا الجملتين بي par contre لنورجي انه في عكس. فربطنا بين الجملتين بي par contre. مثال على en revanche. En revanche بيجي معناتها بمع ذلك. Pierre voyage beaucoup. En revanche Marie est très casanier. Pierre voyage beaucoup. En revanche Marie est très casanier. بيير يسافر كثيرا مع ذلك ماري هي تحب البقاء في البيت او بمعنى بيتوتيه كازانيه اللي هي البيتوتي الشخص اللي ما بحب يطلع يروح يجي او يسافر كثير للغايه فهون اجى معنى بالمقابل مع ذلك او اون ريفانش بالمقابل انه ماري بتحب البقاء بالمنزل فهون عطينا عكس يعني بيير بحب السفر وماري على النقيض منه تعارضه بهي الفكره هي بتحب تقعد بالبيت. Pierre voyage beaucoup. En revanche, Marie est très casanière. هلا رح ننتقل على مثال على tandis que. Tandis que اللي هي بينما أو على الرغم من. Tu es allé au cinéma tandis que tu devais étudier pour ton examen. Tu es allé au cinéma tandis que tu devais étudier pour ton examen. أنت ذهبت إلى السينما بينما كان عليك أن تدرس لامتحانك فهون فهمنا أنه في تعارض بين الفكرتين هنا بالأساس ما بيتعارضوا بس بهي الحالة نحطين تانديك صار في تعارض مثال كمان على alors que بمعنى في حين أو على الرغم il fait beau alors que tu avais dit qu'il pleuvrait il fait beau alors que tu avais dit qu'il pleuvrait. إن الطقس جميل على الرغم أو في حين أنك قلت أنها ستمطر. فأنت قبل قايل إنه راح تمطر بس الطقس جميل. Il fait beau alors que tu avais dit qu'il pleuvrait. مثال على au contraire اللي هي على العكس أو في المقابل. Tu aimes beaucoup ce film. Moi, au contraire, ne l'aime pas. Tu aimes beaucoup ce film, moi au contraire ne l'aime pas. أنت تحب كثيرا هذا الفيلم. أنا على العكس لا أحبه. ننتقل على مثال على contrairement à. Contrairement à اللي هي على العكس. Contrairement à toi, je n'ai pas apprécié cette fête. Contrairement à toi, je n'ai pas apprécié cette film. على عكسك أنا لم أستمتع بهذا الفيلم. مثل ما قلنا contrairement à نجي وراها النوم أو pronom. فهون الضمير اللي هو توا اللي بيعود لأنت. فعلى عكسك أنا لم أستمتع بهذا الحفل. Au lieu de. Au lieu de اللي هي بدلا من. مثل ما قلنا نحن بعد الـ au lieu de إما بيجي وراها عنا le nom سواء أسماء بشكل عام اللي هي الكلمات أو الأسماء الأشخاص. أو بيجي وراها infinitive. حناخد مثال أولا على au lieu de plus le nom. Tu dois rendre visite à Marie au lieu de Pierre. Tu dois rendre visite à Marie au lieu de Pierre. يجب عليك زيارة ماري بدلا من بيير. فمثل ما لاحظنا حطينا بعد الـ au lieu de nom اللي هو بيير اسم عادي اسم شخص. واستخدمنا الفيرب rendre visite à لأنه بنستخدمه وقتنا نحكي على زيارة شخص ما أما وقتنا نحكي على زيارة مكان بنستخدم visiter. Au lieu de بدلا من مثال تاني عليها اللي هو وقت يجي وراها الانفينيتيف. Au lieu d'aller au cinéma, tu devrais étudier. Au lieu d'aller au cinéma, tu devrais étudier. بدلا من الذهاب إلى السينما يجب عليك أن تدرس. أو يجب أن تدرس. فمثل ما لاحظنا هون بعد au lieu de حطينا الفيرب aller اللي هو يذهب بصيغة الانفينيتيف اللي هي المصدر.
هيك بكون خلص درسنا لليوم، بتشكركم على المتابعة، وإذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار أو اقتراح اكتبوا لي بالتعليقات وأنا رح جاوبكم عليه. الجمل اللي أخذناها اليوم، الأمثلة والتعبير اللي بنستخدمها للتعبير على الأوبوزيسيون كلياتها موجودة بجدول خاص فيها على موقع سيلينجو، رح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف مشان تقدروا تضيفوا لجداولكم وتدرسوها مباشرة عن طريق الاختبارات الموجودة بالموقع. لا تنسوا تشتركوا بجروب الفيسبوك اذا ما كنتوا مشتركين فيه، وتشتركوا على القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا شير للفيديو مع رفقاتكم اللي عم يتعلموا فرنسي، واذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك. بتمنى لكم دراسة موفقة والى لقاء فيديوهات قادمة.